ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. دكتور غازي، بداية مرحبا بك. التقارير النيابية كشفت عن استدانة حكومة العبادي 25 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار. مع ذلك يؤكد المختصون أن العراق في أسوأ أوضاعه الاقتصادية، إلى ما ترجع ذلك؟ أكيد لسوء الإدارة المالية، الإدارة السياسية، الإدارة الاقتصادية، انعدام وجود لأي استراتيجية حقيقية من 2003 لليوم في مجال التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، تنمية البنية التحتية. في الواقع لم تنجز هذه الحكومات المتعاقبة من 2003 لليوم أي مشاريع في مجال الطرق، المواصلات، الجسور، المستشفيات، السكن، المدارس، على صعيد الجامعات. لا يوجد شيء في برامج هذه الحكومات المتعاقبة يتعلق بالخدمات. الميزانية 3/4 تذهب، 75% من عدة كما يشير أعضاء في مجلس النواب إلى القضايا يعني التشغيلية، وليس في مجال الاستثمارات. فلسفة الاستثمار والتنمية والنمو ومواجهة المشكلات الاقتصادية معدومة في ثقافة الحكومات المتعاقبة والسياسات. هذا شيء محزن وكارثي. خبراء اقتصاديون أستاذ غازي يعني يتخوفون أو يتحدثون عن أن أموال مؤتمر الكويت سوف تذهب كما ذهبت ما قبلها، وبالتالي الأجيال القادمة ستتحمل أعباء هذه القروض. يعني إلى أي مدى ترى على ما يجري الآن من أوضاع اقتصادية مزرية كيف ستنعكس على الأجيال المقبلة في العراق؟ الوضع أكيد في المستقبل سيكون كارثي. كما أشرت جنابك في بداية التقرير، هناك 133 مليار حجم الديون، إذا أضفنا إليها القروض التي خصصت لإعادة الإعمار في العراق في مؤتمر الكويت، ممكن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 150 مليار دولار. أيضا هناك عجز في الميزانية يقدر ب 100 مليار دولار. هناك أيضا حاجة العراق الحقيقية لإعادة الإعمار، وتقديرات البنك الدولي تقدر ب 300 مليار دولار وقد تصل إلى 400 مليار دولار. والكارثة أنه لا يوجد هناك أي ثقة أو مصداقية لهذه الحكومات المتعاقبة في العراق في مجال الاستثمار والأموال، لأن العراق اليوم واحد من بين 6 دول في العالم الأكثر فسادا بعد سوريا، ويجي بعد العراق الصومال واليمن وهكذا. إذا لا توجد ثقة حقيقية للتعامل مع الحكومات العراقية بسبب حجم الفساد المالي الكبير والكارثي، واللي يقدر ب 850 مليار دولار كما أشار السيد عادل عبد المهدي وزير المالية السابق. وهذه الأموال لو أنفقت في مجال إعادة البناء وفي مجال إعادة بناء البنية التحتية للعراق في مجال الخدمات، الكهرباء، المي، المستشفيات، مدارس، الجامعات، الطرق، لكان العراق اليوم يابان الشرق الأوسط. لكن هذه الأموال أنفقت في مجال التسلح، قدر المال العام، عقود وهمية، البنك المركزي، تحويلات البنك المركزي اليومية اللي يقدرها السيد أحمد الشلبي بأكثر من 320 مليار دولار ذهبت هدرا. هل ثمة فائدة أمريكية من ما يجري من عمليات فساد في العراق ضخمة وبهذه الأعداد المهولة؟ أعتقد أن المستفيد رقم واحد في حجم الفساد المالي في العراق هو إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية. إيران عبر شبكاتها، عبر ميليشياتها العسكرية، عبر صفقاتها في التسلح، وأكيد هناك صفقات مشبوهة عبر نهبها لأكثر من 17 مليار دولار سنويا من نفط مجنون وغيرها من النفوط، عبر استحواذها على السوق الاقتصادي العراقي، التجارة، عبر تسليحها مثل ما أشرت للميليشيات
أو للجيش العراقي عبر صفقات مشبوهة. إيران هي المستفيد الوحيد، ولا ننسى أن العراق اليوم هو البلد رقم واحد في العالم كما أشارت منظمة الشفافية الدولية في سويسرا في مجال تبييض الأموال، والمستفيد الوحيد من تبييض الأموال هو إيران لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليها. فإيران تستخدم العراق وسوريا ولبنان في مجال تبييض الأموال والتجارة وغيرها من المصالح، الاستحواذ على الأسواق الإقليمية وتحقيق. دكتور غازي، في مع هذا العرض للأوضاع الاقتصادية في العراق، تقرير لجنة النزاهة النيابية تحدث عن أن العبادي متورط في عمليات فساد، ما تعليقك على ذلك؟ يعني أنا لم أطلع على هذا التقرير في الواقع لحد الآن. أنا كل اللي شفته يعني، وكان عندنا أمل أن السيد العبادي عبر تصريحاته المختلفة عن تبني استراتيجية لمواجهة الفساد المالي، وطرح برنامج طموح وقدم وعود للمجتمع، لكن لحد الآن مع الأسف لم نلاحظ أي تقدم حقيقي في مجال مواجهة طبقة الفساد المالي والسياسي في العراق. هناك ديناصورات، هناك قوى حقيقية ما زالت موجودة في السلطة وفي الميليشيات وفي الأحزاب وفي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. الفساد المالي تمأسس في العراق في البنية الفوقية للسلطة وفي البنية التحتية للجهاز البيروقراطي، أكثر من 45 مليار دولار حجم الرواتب، هناك تضخم في كل شيء. لا يوجد استراتيجية حقيقية لمواجهة الفساد المالي حتى يومنا هذا، وبدون مواجهة الفساد وتقويض الفساد لن تتحقق أي تنمية في العراق، ولن يكون هناك أي عادة لهيكلة الاقتصاد العراقي، ولن يكون هناك أي علاقات اقتصادية أو تجارية أو تنموية بين العراق وبين دول الجوار وبين العراق وبين الدول الصناعية في العالم. شكرا جزيلا. من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا لك.